رعب، فيلم رعب قسما بالله في الدوري المغربي اللي انتهى رسميا خلاص. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الاثارة بتاعت كرة القدم وجنون كرة القدم؟ ايه اللي بنشوفه في الدوري المغربي ده؟ في دقيقة بتتحول الدموع من دموع حزن ودموع قهر لدموع فرحة، وفرحة هستيرية مش فرحة طبيعية. مبروك لجماهير الجيش الملكي المغربي الفوز ببطولة الدوري المغربي بعد سنين، بعد سنين عجاف. وعرض لك الجماهير الوداد، جماهير الوداد اللي والله قلبي عندها. بص احنا لسه كنا واخدين منهم بطولة افريقيا، قسما بالله صعبانين عليا، وجعهم النهاردة في خسارة الدوري اكتر من وجعهم في خسارة دوري ابطال افريقيا. ايه اللي بيحصل ده؟ ركلتين جزاء للجيش الملكي اللي اتكلمت عنه في اللايف اللي فات، وقلت انه بيكسب ركلات جزاء كتير، وهل التحكيم بيساعد الجيش الملكي ولا لا؟ قالوا لي الوداديين في الكومنتات ان في مساعدات من التحكيم للجيش الملكي، وان ركلات الجزاء كتير جدا. لكن اتفرجت النهارده على المباراه بنفسي، شفت مباراه الجيش الملكي، نفسي افهم اتحاد طنجة بيعمل ايه. اتحاد طنجة الفريق اللي ترتيبه في الدوري المغربي ال 14، فريق كان بيصارع على الهبوط وده من البقاء في الدوري، بيلعب مباراه ملحميه، مباراه قتاليه، كانها مباراه هي اللي هتقعده في الدوري كده. بتتفرج على ماتش في منتهى القوه، وهو مش محتاج حاجه، مش محتاج حاجه من الماتش، ولا محتاج اي نقطه من المباراه، لكن بيلعب الماتش كانها مباراه كاس، كانه بيلعب في نهائي كاس العالم النهارده، مباراه مشتعله. ما عندهمش حاجه اسمها تفويت زي عندنا، بنشوف الاسماعيلي والزمالك والتفويت وقله الادب اللي بتحصل، مفيش الكلام ده هناك. الوداد عمل اللي عليه لاخر دقيقه، كسب النهارده وكسب الماتش اللي فات. والرجاء عمل اللي عليه هو كمان، ولعب بمنتهى النزاهه ولعب بمنتهى الشرف، وقدر يتعادل مع الجيش الملكي عشان يخليها تتحسم في اخر مباراه، مش في اخر مباراه، ده في اخر ثانيه، ده في اخر دقيقه من الماتش، الدقيقه 90 في المباراه، 90 الماتش خلص، الوداد رسميا بطل البطوله. الدقيقه 91 ركلة جزاء، الجيش الملكي رسميا بطل الدوري المغربي. هي دي الكورة، هي دي الكورة المجنونة اللي بتفرح جماهير وتحزن التانية. النهاردة كل الجماهير الودادية هتنام دموعها على عينيها، وكل جماهير الجيش الملكي هتنام فرحانة فرحانة فرحانة، مع ان كان ممكن يكون العكس، كان ممكن الوداد هم اللي يفرحوا فرحة جنونية، وجماهير الجيش الملكي هي اللي تحزن لسنين على ضياع الدوري بعد ايه؟ بعد سنين عجاف. اخر دوري خدوه الجيش الملكي كان في 2008، في 2008 انت متخيل؟ فريق عريق، فريق عنده 12 دوري، النهارده بقى عنده 13 دوري، وبيعدي الرجاء المغربي ويبقى رقم 2 بالنسبه لدوله المغرب بعد الوداد. الوداد طبعا هو الكبير، هو اللي عنده 22 لقب للدوري المغربي، يجي من بعديه على طول الجيش الملكي دلوقتي ب 13 لقب خلاص توجوا بيها رسميا، خدوا درع الدوري رسميا. الدوري المغربي اشتعال لاخر لحظه، مباراه مجنونه، مباراه صعبه جدا. والله قلبي عندكم يا مغاربه، قلبي عند مشجعين الجيش الملكي ومشجعين الوداد المغربي، اللي من قمه الفرحه بتتحول لقمه الحزن وقمه القهره في ثانيه واحده وفي دقيقه واحده بضربه جزاء. طبعا النهارده عايز اتكلم على اتنين لعيبه، رضا سليم بطل الدوري الاول، رضا سليم اللاعب القوي جدا، الوينج الناري اللي موجود عند الجيش الملكي، الوينج اللي بيعمل كل حاجه في الكوره، اللي بيسجل هدفين من ركلتين جزاء، وهو اللي جايب الركله الثانيه، ركله الدوري، هو اللي خد الركله دي وهو اللي سجلها كمان، وبيسجل ركله الجزاء الاولى، وبيعمل اسيست للجول الثاني، بيعمل كل حاجه في الكوره رضا سليم، ده عامل الاسيست والجول فاضي، يعني ادى الكوره كده لاحمد حمدون اللي سجل الجول الثاني والجول فاضي قدامه. رضا سليم هو الفتى الذهبي، عيط طبعا بعد الجول الثالث، بعد هدف البطوله، وحقك يا ابني، دموعك غاليه قوي عند جماهير فريقك، عند جماهير الجيش الملكي. وعايز اتكلم عن محسن متولي، اللاعب الكبير قوي، اللاعب اللي جاب التعادل من صاروخ من بره ال 18، تسديده قويه جدا. اول ما سمعت اسمه محسن متولي قلت محسن متولي ده بتاع الرجاء يا جماعه، انا عارفه طول عمري، محسن متولي بتفرج عليه في دوري ابطال افريقيا مع الرجاء على طول، محسن متولي هو ولا مش هو؟ دخلت
دخلت كده اشوف محسن متولي هو لقيته فعلا هو لاعب الرجاء بس عنده 37 سنه دلوقتي فتقدم في العمر كده فالرجاء اكيد باعوه فخرجوا بيلعب دلوقتي مع اتحاد طنجه. لازم اقول شابول اتحاد طنجه اللي بيلعب مباراه بمنتهى القتاليه, بيلعب مباراه بمنتهى الرجوله, بيلعب مباراه وكانها مباراه كاس ما بيفوتش, عندهم نزاهه وشرف وبيلعبوا الماتش بمنتهى القوه. كان ممكن يتسببوا النهارده في بكاء كل جماهير الجيش الملكي, كان ممكن يتسببوا في شلل جماهير الجيش الملكي مش في بكائهم النهارده لحد اخر دقيقه, لكن ربك رايد ان الجيش الملكي هو اللي يتوج. ركلتين جزاء في المباراه هكلمك عنهم وهقول لك من وجهه نظري صح ولا لا, وقول لي انت رايك في الكومنتات لو كنت بتتابع الدوري المغربي, لو كنت مغربي قول لي رايك كده وقول لي هل ركلتين الجزاء اللي اتحسبوا النهارده للجيش الملكي ركلتين جزاء صحيحتين ولا ركلتين جزاء فيهم كلام كده. اول كوره كانت في الدقيقه 7 ركله الجزاء الاولى للجيش الملكي, انا شايف انها فيها شك, شايف ان ركله الجزاء الاولى فيها شك, الكوره كانت بتترفع ضربه ركنيه او رفعه من على الجنب وفي ماسك جوه 18 بس كوره مش 100% انها تتحسب من وجهه نظري, بيحسبها الحكم والفار بياكدها ركله جزاء عشان يسجل رضا سليم الهدف الاول والشماريخ تولع الملعب, الملعب كله يحمر, المدرجات كلها جماهير الجيش الملكي خلاص بالنسبه لهم كسب البطوله, ما كانوش عارفين السيناريو اللي هيحصل. لكن في الدقيقه 15 ضربه جزاء لاتحاد طنجه الناحيه الثانيه عشان يتعادلوا يا جماعه, ضربه جزاء برضو شايفها فيها شك بصراحه لكن الحكم بيحسبها وبيخلص الشوط الاول التعادل الايجابي 1-1. ايه الموضوع؟ جماهير الجيش الملكي خايفه, جماهير الجيش الملكي حاسه ان اتحاد طنجه بيلعب على كاس العالم, بيلعبوا بمنتهى القوه, مش هيسيبوا الماتش ومش هيعدوها بسهوله. الناحيه الثانيه بتبص على الوداد, طب الوداد عامل ايه؟ تلاقي الوداد الناحيه الثانيه كسبان في الشوط الاول. الشوط الاول كان بالنسبه للوداد كان كام الشوط الاول؟ ثواني كده, الشوط الاول كان 1-0 الشوط الاول وخلص 1-0 بعد هدف هشام بوصفيان في الشوط الاول, وبيبدا الشوط الثاني وركله جزاء بيسجلها يحيى جبران كمان عشان تبقى النتيجه 2-0 خلاص الوداد كسب. سيبك من الوداد, ركز على الجيش الملكي هيعمل ايه. بيبدا الشوط الثاني هدف مبكر جدا في الدقيقه 48 سلو بيتلعب لرضا سليم اللي بياخد الكره وبينطلق بيها وبيروح لحد المرمى ويلعب الكره بالعرض, الجول فاضي, يقول لاحمد حمدون سجل جول, سجل احمد حمدون, تبقى النتيجه 2-1 وتشتعل الشماريخ من جديد وجماهير الجيش الملكي تقول لك خلاص الماتش خلص ما فيهاش كلام بقى. لكن على طول محسن متولي يقول لهم الماتش ما خلصش في الدقيقه 75 ويطلق قذيفه من بره ال 18 صاروخ عابر للقارات عشان يجي جول وتبقى النتيجه 2-2 ويعم الصمت ارجاء الملعب. تحس كده ان جماهير الجيش الملكي صدمه ما بعدها صدمه, تشوف المشادات في الملعب, تشوف التغييرات اللي بتحصل, تشوف لعيبه اتحاد طنجه وهي مموته نفسيها ان احنا مش هنخسر النهارده. طب مش هتخسر ليه يا عم؟ انت كده كده مش محتاج حاجه من الدوري. يقول لك بلعب بنزاهه, بلعب بشرف, بلعب ان المباراه دي كانها مباراه انا محتاج الثلاثه بونت بتوعها, معاهم حق طبعا, فريق محترم, فريق نزيه, لازم اقول له شابوه زي ما قلت شابوه للرجاء المغربي اللي بالمناسبه كسب النهارده 3-2 لكن في المركز الخامس مش مكان الرجاء المغربي ابدا, الرجاء دايما متعودين عليه يا بطل الدوري يا مركز ثاني يا بالكثير مركز ثالث, لكن مركز خامس بعيدة قوي على الرجاء اللي ممكن كده ما يشاركش حتى في الكونفدرالية. طبعا خلاص الجيش الملكي نقول له مبروك بطل الدوري, هيشارك في دوري ابطال افريقيا بعد سنين عجاف ما كناش بنشوف الجيش الملكي في دوري الابطال, هنشوفه السنة الجاية, جاي لنا دوري الابطال جاي للمعمعة هو والوداد طبعا اللي برضو هيشارك في دوري الابطال. الوداد اللي خلاص خسر الدوري على بونت واحد بس قدر يجمع 66 نقطة لكن ما كانوش كفاية لأن الجيش الملكي قدر يجمع 67 نقطة ويكون في المركز الأول. أقوى هجوم في الدوري هو هجوم الجيش الملكي ب50 هدف كاملين, أقوى دفاع في الدوري هو دفاع الفتح الرباطي اللي دخل فيه 16 جول بس, أقوى من دفاع الجيش الملكي اللي هو في المركز الثاني دخل فيه 19 هدف, فالجيش الملكي أقوى هجوم, الجيش الملكي جمع أكتر نقاط, الجيش الملكي بيكسب 20 مباراة وده أكبر رقم لأن الوداد كسب 19 بس, فكان يستحق التتويج بطل للدوري المغربي. ركلات الجزاء فيها كلام, هشوف كومنتاتكم وهشوف رأي المغاربة شايفين ضربات الجزاء إيه, شايفين هل التحكيم فعلا ساعد الجيش الملكي على أخذ بطولة الدوري واتظلم الوداد في البطولة المحلية ولا شايفين إن التحكيم ما ساعدش الجيش الملكي في حاجة وإنه كان يستحق البطولة فعلا. لايكات كتير يا رجالة وشير على قد ما تقدر كده, فعلا بطولة
بطولة من أحلى البطولات اللي اتفرجت عليها. وركلة الجزاء هي الأغلى بالنسبة للجيش الملكي. ركلة الجزاء رضا سليم هتفضل محفورة في دماغ كل مشجع ودادي ودماغ كل مشجع من الجيش الملكي. شابو للعيبة الجيش الملكي، ألف 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 مبروك ليهم التتويج ببطولة الدوري المغربي والدوري الـ13 في تاريخ الجيش الملكي. ومستنيينكم في دوري أبطال أفريقيا. ما تنساش تروح على اليوتيوب عندي الكرة مع عبد الناصر زي ما مكتوبة قدامك، اعمل اشتراك وفعل الجرس لان في حاجات بتنزل هناك ما بتنزلش هنا. روح دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس كده ونورني على اليوتيوب زي ما انت منورني على الفيسبوك، واعمل فولو لصفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد. سلام.